تفضل. إذا سمحت لي ظفر، إذا سمحت لي، قد قرأ قبل قليل البيان الختامي لهذه الاحتجاجات، اشتمل على 8 نقاط. أول هذه النقاط اتفقت عليه جميع الجماهير هنا بأن يتم تشكيل حكومة خدمة وطنية تكون قادرة على رفع المستوى القدمي الذي يؤمن منه الشارع العراقي. وثاني النقاط أن يتم، دعت هذه الجماهير الأحزاب الكردية والطرفان الكرديان الغريبان إلى أهمية أن يحسم مرشح رئاسة الجمهورية بشكل أسرع حتى يمكن الوصول إلى عملية يعني تكليف هذا المرشح للكتلة الأكبر. وأيضا دعت هذه الجماهير القوات الأمنية إلى القيام بواجباتها في يعني حفظ مؤسسات الدولة. وأيضا في نقطة رابعة دعا البيان الختامي للشعب تحت شعار الشعب يحمي الدولة إلى أهمية أن يقوم رئيس مجلس النواب بمزاولة أعمال المجلس باعتبار أن هناك الكثير من المتعلقات والكثير من القوانين المدروجة على رفوف المجلس، وإذا ما استمر الوضع على ما هو عليه من الممكن أن ندخل في يعني فراغات ومتاهات ربما تكون الساحة العراقية غير مهيئة بوقت البرامج والتغطيات. نعتذر منك، وشكرا جزيلا على تلك الجهود الجبارة حقيقة من اليوم مختلف مراسلين قناة الأيام الفضائية.